السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن 6 مهارات رائعة في برنامج الإكسل توفر عليك الوقت والجهد وتجعلك من المحترفين. برنامج متعدد لخليتين أو أكثر في برنامج الإكسل. عندنا هذه الخلايا تحتوي على نصوص أكبر من حجم الخلية الموجودة فيه. لو أردنا أن نقوم بدمج هاتين الخليتين لتصبح كخلية واحدة بحيث يحتوي النص الموجود في الخلية الأولى، نقوم بذلك كما تعلمون من خلال الأداة دمج وتوسيط. نقوم بالضغط عليها بهذا الشكل، ولكن ماذا لو أردنا أن نقوم بدمج مجموعة من الخلايا بشكل تلقائي؟ نقوم بتظليل هذه الخلايا وذهبنا إلى دمج وتوسيط، ستلاحظ أنه سيتم الاحتفاظ فقط بالقيمة العلوية اليمنى فقط في أول خلية. مثلا ضغطنا على موافق، تلاحظ حذف جميع الخلايا وتحولهم إلى خلية واحدة والإبقاء فقط على أول خلية. في حال أردنا أن يتم الدمج بشكل تلقائي نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعة محاذاة، نذهب إلى دمج وتوسيط ونذهب إلى السهم المتجه لأسفل بجوار دمج وتوسيط ونختار دمج عبره أو ميرج أكروس. تلاحظ أنه تم دمج الخلايا بشكل تلقائي. أولا، لإدراج تاريخ ووقت ثابت لا يتغير بتغير تاريخ ووقت الحاسوب، نقوم بذلك من خلال الاختصار كنترول وحرف الكاف باللغة العربية. تلاحظ أنه يتم إدراج تاريخ اليوم بشكل تلقائي. لو أردنا أن نقوم بإدراج الوقت نقوم بالضغط على كنترول ثم شيفت ثم حرف الكاف باللغة العربية ثم نضغط على انتر. تلاحظ أنه تم إدراج الوقت الحالي. لإدراج التاريخ والوقت في خلية واحدة نقوم بالضغط على الخلية ثم نقوم بالضغط على كنترول وحرف الكاف ثم نقوم بالضغط على مسافة أو سبيس مرتين ثم نقوم بالضغط على كنترول شيفت كاف ثم نضغط على انتر. تلاحظ انه تم ادراج التاريخ والوقت. طبعا هذا التاريخ والوقت لا يتم تحديثه بتغير الوقت والتاريخ. لادراج تاريخ ووقت يتم تحديثه بشكل تلقائي مع تغير تاريخ ووقت الجهاز، نقوم بذلك من خلال دالتي ناو وتوداي. أولا، لإدراج التاريخ فقط نقوم بذلك من خلال الدالة today، نقوم بكتابة يساوي ثم TOD. تلاحظ ظهور هذه الدالة، نقوم بالنقر عليها بالزر الأيسر للماوس مرتين ثم نضغط على Enter. تلاحظ ظهور التاريخ. لإدراج التاريخ والوقت في خلية واحدة نقوم بذلك من خلال الدالة now، نقوم بكتابة يساوي ثم NOW. تلاحظ ظهور هذه الدالة، نقوم بالنقر عليها بالزر الأيسر للماوس مرتين ثم نضغط على انتر. تلاحظ ظهور التاريخ والوقت في خلية واحدة. لإدراج الوقت فقط في هذه الخلية يمكننا ذلك من خلال الدالة ناو، أيضا نقوم بكتابة يساوي ثم NOW ثم ننقر بالزر الأيسر للماوس مرتين ثم نضغط على انتر. تلاحظ ظهور التاريخ والوقت. نقوم بتظليل هذه الخلية ثم نذهب إلى علامة تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعة الأرقام، نقوم باختيار الوقت فيتم ظهور الوقت والذي يتم تحديثه بشكل تلقائي الآن و23 سنة. الآن كتبنا أي شيء خارج هذه الخلية، لو ضغطنا مثلا 2 ثم انتر تلاحظ أنه تم تحديث الوقت. مرة أخرى مثلا كتبنا 5 يتم التحديث مثلا وهكذا. تحويل الأرقام من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في الإكسل. في حال قمت بعمل تقرير مالي وكانت الأرقام الموجودة في التقارير المالية باللغة الإنجليزية بهذا الشكل وطلب منك أن يتم تحويلها إلى أرقام عربية، في هذا الفيديو سنتطرق إلى طريقتين لتحويل الأرقام من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. في البداية نقوم بتظليل الأرقام التي نريد أن نقوم بتحويلها إلى اللغة العربية بهذا الشكل، ثم نقوم بالضغط بالزر الأيمن للماوس ونقوم باختيار تنسيق خلايا
تنبثق لنا هذه النافذة، نقوم بالذهاب إلى تبويب محاذاة، ثم نذهب إلى الأسفل من اليمين إلى اليسار، نختار اتجاه النص من اليمين إلى اليسار بهذا الشكل، ثم نضغط موافق. يتم تحويل جميع الأرقام التي قمنا بتظليلها إلى اللغة العربية. طبعا هذه الطريقة سهلة جدا، ولكن في حال كان الجهاز إعداداته باللغة الإنجليزية ولا يتوفر على اللغة العربية، في هذه الحالة نقوم باستعمال الطريقة الثانية، وهي أن نقوم بتظليل الأرقام ثم نضغط بالزر الأيمن للماوس ونختار تنسيق الخلايا مرة أخرى، ونذهب إلى تبويب رقم، ثم نختار المخصص، أو في هذا المستطيل أو في هذه الخلية نقوم بوضع الكود التالي، وهو نقوم بتحويل لغة الجهاز إلى اللغة الإنجليزية، ثم نضغط على حرف الجيم، ثم نقوم بالضغط على شيفت وأربعة علامة الدولار، ثم نضغط على ناقص، ثم نقوم بكتابة 2 وبجانبها 6 أصفار 1 2 3 4 5 6، ثم نقوم بالضغط على زر الدال وذلك لإغلاق القوس، ثم نقوم بالضغط على زر 0 ثم نضغط موافق. تلاحظ تحول جميع الأرقام من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. إدراج تاريخ ووقت الطباعة في تذييل الصفحة في ملف الإكسل، بحيث يتم تحديث التاريخ والساعة عند طباعة الملف بشكل تلقائي. نبدأ على بركة الله. في البداية نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب تخطيط الصفحة، ومن مجموعة إعداد الصفحة نقوم بالذهاب إلى هذا الرمز، نضغط عليه، تنبثق لنا هذه النافذة إعداد الصفحة، نقوم بالضغط على تبويب رأس تذييل الصفحة، ثم نقوم باختيار تذييل مخصص، تنبثق لنا هذه النافذة. تشتمل هذه النافذة على 3 مقاطع، ما ستضعه في هذا المكان في هذا المقطع سيظهر على يمين أسفل الصفحة، ما ستضعه في المقطع الأوسط سيظهر على أسفل وسط الصفحة، والأيسر نفس الشيء على أسفل يسار الصفحة. نقوم بوضع المؤشر في المقطع الأوسط، ثم نقوم بكتابة صفحة، ثم نقوم بالضغط على زر إدراج رقم الصفحة، ثم نقوم بكتابة من، ثم نقوم بالضغط على زر إدراج عدد الصفحات، وبذلك سيتم ظهور عدد الصفحات في أسفل وسط الصفحة. في المقطع الأيسر نقوم بكتابة التاريخ، ثم نقوم بإدراج التاريخ من خلال الضغط على هذا الرمز، رمز إدراج التاريخ، ثم نقوم بكتابة الساعة، ثم نقوم بإدراج الوقت من خلال الضغط على زر إدراج الوقت، ثم نقوم بتظليل ما قمنا بكتابته، ثم نذهب إلى تنسيق النص من خلال الضغط على هذا الزر، ثم نقوم بتنسيق النص من خلال الضغط على غامق ومثلا تكبير الخط، ثم موافق، ثم موافق، ثم موافق. الآن عند الذهاب إلى ملف ثم طباعة، تلاحظ أنه في أسفل الصفحة تم كتابة التاريخ وساعة طباعة الصفحة. طبعا تستطيع أن تضع التاريخ مثلا على اليمين والساعة على اليسار كما تشاء. طبعا تلاحظ أن هذا الأمر يتم تطبيقه على جميع صفحات الإكسل الموجودة عند الطباعة. طريقة عمل قائمة منسدلة معتمدة على قائمة منسدلة أخرى. عندنا هذا المثال لقائمتين منسدلتين، عند اختيار نص معين يتم إظهار ما يخصه في القائمة المنسدلة الثانية. مثلا لو ضغطنا على مثلا ثانوي، هذه القائمة المنسدلة في الأسفل يتم إظهار صفوف الثانوي. مثلا ضغطنا على جامعي يتم إظهار ما يخصه من درجات جامعية، أو مثلا ضغطنا على ابتدائي نفس الشيء يتم إظهار ما يخص الابتدائي من صفوف. نبدأ على بركة الله. في البداية نقوم بعمل القائمة المنسدلة الأولى من خلال الذهاب إلى علامة تبويب بيانات، ومن مجموعة أدوات البيانات نقوم باختيار التحقق من صحة البيانات، تنبثق لنا هذه النافذة، من
عند السماح نقوم باختيار قائمة، وعند المصدر نقوم بوضع المؤشر في هذا المستطيل، ثم نقوم بالضغط على هذا الرمز واختيار نطاق صف عناوين الجدول، ثم نضغط على انتر ثم نضغط على موافق. الآن عند الضغط على القائمة المنسدلة تلاحظ ظهور البيانات الموجودة في صف عناوين الجدول بهذا الشكل. الآن لعمل القائمة المنسدلة الثانية المرتبطة بالقائمة المنسدلة الأولى. في البداية نقوم بتعريف أسماء نطاقات أعمدة هذا الجدول من خلال تظليله، ثم نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب صيغ، ومن مجموعة الأسماء المعرفة نضغط على إنشاء من التحديد، تنبثق لنا هذه النافذة. نقوم بوضع صح فقط في مربع اختيار الصف العلوي ونزيل الباقي، ثم نضغط على موافق. الآن كل عمود من هذه الأعمدة تم تسمية نطاقه بالاسم الموجود في صف العناوين. فمثلا لو ذهبنا إلى إدارة الأسماء تلاحظ أن كل عمود من هذه الأعمدة قد تم تسميته باسم صف العناوين. الآن مثلا لو كتبنا يساوي ثم استدعينا مثلا ابتدائي وضغطنا على تاب، تلاحظ أنه تم تظليل نطاق عمود الابتدائي. مثلا لو استدعينا إعدادي نفس الشيء، يتم استدعاء أو تظليل نطاق عمود الإعدادي. الآن نقوم بعمل القائمة المنسدلة من خلال وضع المؤشر في هذا المكان، ثم نذهب إلى علامة تبويب بيانات، ومن مجموعة أدوات البيانات نختار التحقق من صحة البيانات، ثم في السماح نختار قائمة، وفي المصدر نقوم باستدعاء الدالة indirect. طبعا دالة indirect تقوم بإرجاع المرجع المحدد بشرط أن يكون نص. طبعا مرفق أسفل الفيديو رابط لشرح هذه الدالة شرح مبسط. نقوم بوضع المرجع هو خلية D3 ما سيتم إظهاره في هذه الخلية. نقوم بوضع المؤشر في هذا المكان، ثم نقوم بإغلاق القوس، ثم نضغط على موافق، ثم نضغط على موافق. طبعا ظهرت هذه الرسالة لأن هذه الخلية الآن فارغة، نضغط على نعم. الآن لو ضغطنا على ابتدائي يتم إظهار محتوى العمود ابتدائي، لو ضغطنا على جامعي تلاحظ ظهور محتوى العمود جامعي، لو ضغطنا على روضة تلاحظ ظهور محتوى العمود روضة. الآن تلاحظ ظهور خانات فارغة في القائمة المنسدلة. لإزالة هذه الخانات الفارغة نقوم بتعديل نطاقات هذه الأعمدة من خلال الذهاب إلى علامة تبويب صيغ، ومن مجموعة الأسماء المعرفة نذهب إلى إدارة الأسماء، ثم نقوم بالذهاب إلى مثلا روضة، نضغط عليها ثم نذهب إلى هذا الرمز ونقوم بتعديل النطاق ليشمل فقط المحتويات الموجودة، ثم نضغط على انتر ثم نضغط على إغلاق. الآن لو ذهبنا إلى روضة تلاحظ فقط يظهر ما النطاق الذي قمنا بتحديده. نفس الشيء لو أردنا تعديل نطاق الجامعي نقوم بالذهاب إلى إدارة الأسماء ثم نختار جامعي، ثم نقوم بالضغط على هذا الرمز ونقوم بتعديل النطاق، ثم نضغط على انتر ثم نضغط على إغلاق ثم نضغط على نعم. تلاحظ الآن أنه تم تعديل نطاق عمود الجامعي. لو اخترنا روضة تلاحظ ظهور فقط النطاق المحدد. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.